سيد محسن الحكيم حج لبيت الله الحرام مرة واحدة، مرة واحدة راح للحج، بس كان فرد حج ذاك إلى فرد شيء يعني، ودعت الدولة واستقبلوا الحكومة السعودية هناك استقبال مرجعية كانت مطبقة الآفاق بوقتها. فبالاستقبال الرسمي بالمملكة صار نقاش بينه وبين المفتي اللي هو مفتي الديار السعودية، ذاك كأنما السيد الحكيم قال له احنا ماكو مشكلة، قواسمنا المشتركة وحدة، الرب واحد والنبي واحد والكتاب واحد والقبلة واحدة، جزئيات بسيطة ما بيننا، هذا اختلاف فقهي سموه، حتى بين الشوافع والموالك اكو اختلاف، مو بين الأحناف وبين الشوافع اكو اختلاف. ذاك شرد علي قال له لا، اختلافنا بيننا وبينكم رئيسي ما يتصلح، لأنكم تقولون بالتأويل والتأويل غير جائز، القرآن يؤخذ على ظاهره. من محاسن الصدف أن ذاك الرجل كان أنا ذاك أعمى، إيش قال له السيد الحكيم؟ قال له إحنا بالتأويل نريد نحميك ونحمي أمثالك. قال له شلون يعني تحميني؟ قال له القرآن يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة شنو؟ أعمى، يعني اللي أعمى بالدنيا بالآخرة شنو؟ على الظاهر، على الظاهر أعمى، يعني أنت الآن مو أعمى بالدنيا، وإن يكن مفتي الديار عالم مرجع فقيه شي يسموك، خلي يسموك بمضمون القرآن ظاهر القرآن يقولوا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل، إذن أنت بالآخرة أعمى وأضل سبيل. قال له ما يصير. قال شنو اللي يصير؟ قال أعمى البصيرة. قال له هذا التأويل، ومن كان في هذه أعمى مو أعمى البصر، أعمى البصيرة، يعني هذا اللي أريد أحميك وأحمي أمثالك بالتأويل. هسه هذا مبدأ التأويل.